بس واسامه عايز اسالكوا سؤال. لما ابني يغلط المفروض انا اعمل معاه ايه؟ اقول له برافو يا حبيبي جميل اعمل كده تاني زي زمان، بس مش لازم اقول يعني مش عارف اعمل ايه يا حبيبي مع عمه اعمل ايه ما. ولا دوري هنا ان انا اعرفه يعني ايه دور الاب ويعني ايه الغلط من الصح، عشان في النهايه ما يجرجرنيش انا كمان اقول لك اعملوها الصغار يوعفها الكبار، عشان يبقى في نوع من انواع التقويم، يبقى في نجاح في المستقبل. زي مثلا ما هنيجي نتكلم شويه على كهربا وازاي يتمرن وازاي اللي قاله الكابتن محمد رمضان من شويه. ده حقيقي. احنا مش هنروح لكهربا الاول طبعا، لسه هنتكلم شويه. في نعم. بص كابتن، انا شايف ان مفترض لو حضرتك بتتكلم على علاقه الانديه بالاتحادات، نعم. انا بشوف ان العلاقه اصلا مش مفترض تكون في اطار ان انا احاول ادي الانديه حاجه كان انا بحاول احتويك او اساعدك او طبطب عليك، او زي ما نعم. حضرتك بتقول ان يكون في نوع من انواع التدليل او المواءمات. كلمه المواءمات دي مشكله كبيره جدا، ويمكن كنت بتكلم انا واسامه ومجهزين حاجه كده. الاول انا عايز اقول لحضرتك فكره ان ما يكونش في لوائح واضحه ايه مشكلتها، وبعد كده نقدر نستعرض ازاي الناس بتتعامل بره في الحته دي عشان ما اروحش اللي حضرتك بتقول عليه. نعم. انا لما يكون عندي واقعه او مخالفه او مشكله، لو انا ما عنديش لائحه واضحه بطبقها يبقى انا عندي مشكله، ولو عندي لائحه وما بطبقهاش ده هنا عندي مصيبه. نعم. ده هنا عندي مصيبه. فهل الموضوع يتعلق باللوائح ولا يتعلق بتطبيقها؟ لما انا يكون عندي لجان مسابقات وانضباط، اول حاجه طبيعي ان يكون عندنا موسم جديد مع نهايه الجوله مع نهايه الاسبوع، الاثنين دول بيكونوا بينعقدوا. ليه؟ لان في امور من اختصاصات لجنه المسابقات وفي امور من اختصاصات لجنه الانضباط. لازم يكون في اجتماع دوري بعد الجوله يتخذ فيه القرارات وما يكونش فيه ارجاء. ايه مشكله موضوع الارجاء؟ لو شفت حضرتك مشكلة المنتخب الليبي والمنتخب النيجيري، نعم، وشفت حضرتك، احنا مش هندخل في تفاصيل نعم اللي حصل، ولكن هندخل في فكرة تعامل الكاف مع الموضوع. طلع أيضا خد عقوبات وأعلن خصم لا النقاط، هو طلع أحلها لجنة الانضباط ثم لجنة الانضباط، كل ده في توقيت قد إيه؟ لا أسبوع، وثم أعلن قبل إن أنت تروح تلعب مباراة تانية العقوبات. ده أهميته إيه؟ لما بنشوف عندنا مشكلة بتحصل في الدوري أو مشكلة بتحصل في أي مسابقة وأنا عندي اللاعب ده قد يستحق إيقاف مباراتين، طبيعي إن لو ده من اختصاص لجنة المسابقات توقفه، طب لو مش من اختصاصها وأحالته لجنة الانضباط توقفه. طب إن أنا إزاي بقى دور غياب العدالة لو أنا ما وقفتوش بعد الفعلة اللي ارتكبها حرفيا؟ إيه اللي بيحصل؟ بتترحل العقوبة. فأنا كنادي سي مثلا هلاعب الأهلي اللي عنده لاعب يستحق الإيقاف، ومثلا ندي مثال بالأهلي عشان ما حدش يقول لا، ندي مثال بالأهلي، أكيد أنا مستفيد إن نجم من نجوم الأهلي في المباراتين اللي أنا هلعبهم كفريق كذا أو فريق كذا مش هيلاعبني. ده صحيح. لا، تخيل أنا بديك أفضلية إن العقوبة ما بتطبقش عندك وتيجي تتطبق في رابع أو خامس مباراة أو خامس شهر أو سنة زي ما بيحصل دلوقتي. فده مش موجود في العالم. العالم بيتعامل بشكل مختلف يا كابتن شوبير، واسس محطوطه بسيطه جدا، ريح واستريح. يعني اعتقد موجوده نقدر الناس تفهمها وتفهم الناس شغاله ازاي. ريح واستريح يعني في لوائح، في نظام. بس برضه فارس ما جاوبنيش على سؤالي. ايوه. انا لما ابني يغلط مطلوب اعمل معاه ايه؟ ادلعه ولا افهمه غلطه؟ عشان في النهايه انا ما اتجرجرش كمان للغلط وتتوالى الاخطاء، وفي النهايه بدل ما اطلع اعلن للراي العام انا اسف يا جماعه في خطا حصل ولن يتكرر مره اخرى، لا ابني صح وانا صح وانا الاكبر وانا الاعظم وانا الاحسن، واللي مش هيقول كده يطلع لي بره الساحه، واللي 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 واللي. وفي النهايه في كتير بيصدقوا وبيمشوا ورا القصه دي يا عصام. ما هو القصه يا كابتن، هو حضرتك عايز تربي ابنك ولا مش عايز تربيه؟ ده انا اللي بساله لك. هو لا، الواضح ان مفيش تربيه. ليه؟ لان لو في تربيه كنا على مدار مواسم كتير جدا 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 ما وصلناش للصوره اللي احنا واصلين لها بالشكل الحالي. ليه؟ لان احنا شفنا منهج بقى الطبيعي اللي تشوفه حتى في بدايته عاوز ياخد قرارات معينه تلاقيه فجاه بيتحول على رغبه الجماهير. نعم. فالجماهير اصبحت تقود المسؤولين، والجماهير بقى بينها مناوشات مع الجماهير الاخرى. الجماهير بتقود المسؤولين. المسؤولين طبعا. تمام. الجماهير بتقود المسؤولين. ماشي. وانت اي قرار بيتاخد دلوقتي مع اي شخص مش واثق من او ما عندوش منهج بمعنى صح، هيروح للجماهير عايز بناء ايه؟ على طلب الجمهور يعني، ما يطلبه الجماهير. وده اللي حاصل. نعم. وده اللي وصل. لكن لو حد او نادي
عمل موقف زي موقف كابتن محمد رمضان اللي هو موقف بيتكرر كل سنه وكل كام شهر في النادي الاهلي، اي حد بيتعاقب بنسمع عن ده. وسبحان الله ربنا بيكافئ بانك بتحقق البطوله، ومش عايز اربط تحقيق البطوله بالموقف، وارد ما تحققش البطوله، لكن في النهايه انت محقق حاجه اهم هي بتربي ولادك. فلما تربي ولادك، ولادك لما يخرجوا بره يشرفوك. لكن لو ما ربيتش ولادك لازم حد يربيهم. مين بقى اللي يربيهم؟ الجهه المنوط بها التربيه، اللي هي الجهه المنظمه للمسابقه ولجان المسابقات في المسابقه ولجان الانضباط في المسابقه. وتكون القصه واضحه. واضحه بمعنى ايه؟ احنا جايبين نماذج للاتحاد القطري والاتحاد السعودي نشوف والاتحاد الاماراتي ازاي بيتم الاعلان عن عقوبه. حتى لو العقوبه دي كارت احمر للتهور او لخشونه زائده، هتلاقي موجود العقوبه دي، اسم اللاعب، المباراه، تاريخ العقوبه. العقوبه عباره عن ايه؟ تبع عن لماده ايه في لجنه عندي في انا عندي لائحه مسابقات. انا عمري يا اسامه ولا هتشوفها يا فارس شفت ده في مصر ولا هتشوفها ده وانا موجود في اتحاد الكوره. يعني من الحاجات مثلا ان انا اللي هم الست شهور السود الاخرانيين، الست شهور السود ده 2019. يعني بقالهم خمس ست سنين. يعني خلي بال حضراتكم، انا خرجت من اتحاد الكوره 2009. رجعت بعد 10 سنين، رجعت ست شهور، وخرجت انا بقالي تقريبا 15 سنه تقريبا خارج المطبخ بتاع لو استثنينا 2019. لا ما هم لو استثنينا 2019 يبقى انا من 2009 ل 2024 مش هتلاقي عقوبه قصادك. لا للامانه الشديده، للامانه عشان اكون كابتن امين، كابتن عصام عبد المنعم، انا ما كنتش مع كابتن عصام. كان رجل شديد الاحترام، اللي هو حرب الدهشوري حطينا اسس ومشينا عليها ومشت شويه، وبعد كده برضو تدخل ناس بوظوها وكانت شغلانه وحدوته. لكن انا نفسي اللي هيطلع دلوقتي على الشاشه ده تحقيق. نفسي الاقيه موجود في مصر. يعني مثلا لما يجي يقول لك عقوبه، بلاش يا سيدي على حسين الشحات. خلاص اهو صح. لا نضرب مثل بنفسنا، انا متفق مع حضرتك. انت عاقبت حسين الشحات بمباراتنا على اساس ايه؟ ليه مش خمسه؟ ليه مش سته؟ تحقيق. ليه ما كتبتش السبب؟ هو انا نفسي في كده على اي حد. يعني وهقول لك تاني وازيدك من الشعر بيت قلتها 10 مرات وبقولها دلوقتي المره الالف. ما في عقوبه ماديه على بعض الانديه بتتنفذ. كلام انا مسؤول عنه ده. وبعدين ثلاثة بتلاقي ايه 20,000 13,000 مش عارف ايه، كلام فارغ. فاللي هينزل على الشاشه دلوقتي، مش عارف انا عمال اطول في الكلام عشان تنزله على الشاشه. ده مثلا كابتن، ده انا عايز اقول ان ده في دوري الدرجه الاولى السعودي، مش الدوري المحترفين. ايوه ده الدوري يولو، ده الدوري بتتكلم في نادي النجم والعربي مع احترامنا وتقديرنا مع احترامنا وتقديرنا ليهم. حاجه يا كابتن تزعل والله. لا حاجه تفرح هناك وحاجه تزعل علينا. شوف بقى رقم القرار يا كابتن، حاطط رقم القرار، تاريخ القرار، المسابقه دوري يولو للدرجه الاولى، المباراه وتاريخ المباراه. واخد بالك من تاريخ المباراه كابتن 21/10؟ واخد بالك من تاريخ القرار 24/10؟ 72 ساعه. نعم 72 ساعه. الصادر ضده اسم اللاعب. المخالفه، شوف بقى منطوق القرار، هتلاقي الماده 48/1/1 من لائحه الانضباط والاخلاق. وفي غرامه ماليه 7500 ريال وفقا للماده 144. خلي بالك ايه، بالاضافه الى مباراه الايقاف التلقائي المترتب على البطاقه الحمراء، الزام بدفع كذا، وهذا القرار قابل للاستئناف. بالظبط كمان، لان لو في قرارات بتبقى غير قابله للاستئناف. الدوري اللي بعد طيب هيرجعوا لنا تاني يقولوا لنا. لكن هنا يا فارس انت بتتكلم في اسس، في ضوابط انت بتتكلم عليها. 1+1=2. هو ده صعب يا كابتن؟ ده اسهل حاجه في الدنيا يعني. لا يبقى في حد مش عايز عداله، وفي حد مستفيد من العشوائيه، واحيانا في ناس بتستفيد من العشوائيه. هنا روح على الدوري القطري، اتفضل يا اسامه. ده لجنه الانضباط نادي الوكره، ايقاف الشيخ، وخد بالك بقى هنا مسؤول رئيس نادي الوكره لمده 6 شهور اعتبارا. خليفه بالحسن الثاني. ماشي، رئيس نادي الوكره. رئيس نادي الوكره لمده 6 شهور اعتبارا من تاريخ 28/2 حتى تاريخ 27/8، والمنع من دخول الملاعب الاستداد. غرامة مالية قدرها 100,000 ريال قطري لغير بسبب التصريحات، ادي السبب، تصريحات إعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في مباراة نادي الوكرة ونادي السد بتاريخ 25/2. انا بركز تاني يا كابتن، المباراة 25/2 بعد 72 ساعة 28/2 القرار. وذلك استنادا للمواد، رقم حاطط لك رقم المواد من لائحة الانضباط، وحاطط لك الموسم الرياضي. احنا هنا يا كابتن كم مره بنشوف مسؤولين بيطلعوا في تصريحات اعلاميه بيسيئوا للجميع، بيشككوا في ذمم الجميع، بيتهموا الجميع، برغم يعني اخرها لسه تصريح طالع امبارح ولا اول امبارح.
ان الجول هو جول وشوفوا مين يا جماعه اللي جايب الحكام وكلام في تشكيك، وطلعت قبل كده نفس الشخص ونفس المسؤول بتصريحات اصل النادي الاهلي مش مشكلتنا معاه، احنا مشكلتنا مع اتحاد الكوره، احنا مشكلتنا مع لجنه النباط، احنا مشكلتنا مع الاعلام، لانهم بيجاملوا النادي الاهلي. انت كده مشكلتك مش مع النادي الاهلي. النادي الاهلي اختفى يا كابتن من 62، وانا اسف ان انا اقول ده، من على منصه البطولات ل 67. البطوله اتوزعت ما بين كل الانديه. نعم. المشكله مش النادي الاهلي، والله المشكله في الانديه اللي بتدعي المظلوميه فيهم، بس هم لازم يصدروا لجماهيرهم عشان ما يتحملوش المسؤوليه قدام جماهيرهم. طيب ده كلام جميل.